السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ولا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا. ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، وما تنسوا لايك الفيديو فضلا منكم وليس أمرا. وشكرا للناس اللي كتخلي لي تعاليق زوينه وكتخلي لي لايك الفيديو، شكرا لكم من القلب. فؤاد قبيبه وزوج ابتسام باطمه اخت الفنانه دنيا باطمه كينشر على الحساب ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ديال هاد البنيسه الغزاله ما شاء الله عليها الله يحفظها. وقالوا الناس باللي هي بنت الفنانه دنيا باطمه واول ظهور لها، وخلق هاد الفيديو ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. فالفنانة دنيا باطمة قالت بلي غادي يكون أول ظهور ليلى روز في عيد ميلادها، فعيد ميلادها داز ولكن باقي ما احتفلتش ليها به. فهاد البنيتة ماشي هي ليلى روز بنت الفنانة دنيا باطمة، هاد البنيتة سميتها ميلا والأم ديالها مغربية في فرنسا. وهاد الفيديو حطاه ماماها قبل ما يحطو قبيبو في ستوري ديالو هادي 4 أيام. وعندها فيديوهات وصور كثيرة حطاهم ماماها في الحساب ديالها، فالله يخليها ليها ويخلي لكم حتى نتوما وليداتكم. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.